خلوني أخدكم ونروح برضو على موضوع تاني، يمكن النهاردة عاوزين نحاول ناخد موضوعات كتير قدر الإمكان. في عندنا مبادرة اسمها مبادرة العمل من أجل التكيف. طيب احنا عاملين بقى ايه؟ حاجة متعلقة بقطاع المية والقدرة على الصمود ضمن فعاليات برضو مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ. بدأنا بالفعل تطبيق هذه المبادرة. خلينا ناخد معانا على التليفون المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري. اهلا 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 بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ ايه حكايه بقى التكيف او مبادره التكيف وتحديدا في مساله قطاع المياه؟ هنعمل ايه يا فندم؟ الحقيقه النهارده كان في يوم مهم جدا في مؤتمر المناخ COP27 اللي هو يوم المياه. اليوم دوت كان باكمله فعاليات تخص قطاع المياه، وفي جلسته الافتتاحيه كان في حدث مهم جدا وهو اطلاق مبادره للتكيف في قطاع المياه. المبادرة دي أعدتها الدولة المصرية بالتعاون مع منظمة الأرصاد العالمية وعدد كبير من الشركاء الدوليين، ودي مبادرة معنية بتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه بجميع دول العالم، ولكن مع التركيز على الدول النامية والدول الإفريقية، لأن الدول دي قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية محدودة بسبب ضعف البنية التحتية في هذه الدول، وبالتالي هي الأكثر احتياجا لهذا النوع من المشروعات، وخاصة أن التغيرات المناخية بتأثر بشكل كبير جدا على الشعوب الأفريقية بسبب حالات الجفاف الحاد أو الفيضانات العنيفة اللي بتضرب بعض الدول، وبالتالي بتكون محتاجة لهذه المشروعات، ولكن البنية التحتية عندها ضعيفة مش قادرة تواجه هذه التغيرات المناخية. فالمبادرة دي هتقدر توفر هذه التمويلات وهذه المشروعات لتنفيذ مشروعات للتكيف وخدمة المواطنين في الدول الأفريقية المختلفة. عظيم جدا، واحنا كده عمليا نبدأ العمل بهذه المبادرة. بالفعل في إجراءات ستتم إن شاء الله خلال الشهور القادمة لوضع مكونات لهذه المشاريع من هنا لغاية في مؤتمر كبير في نيويورك للأمم المتحدة إن شاء الله في مارس 2023، سيتم فيه الإعلان عن كافة المكونات الخاصة بهذه المبادرة وأنواع وتفاصيل المشروعات اللي هيتم إن شاء الله تنفيذها. المداولات ما زالت مستمرة خلال الكام شهر الجايين إلى أن يتم وضع المبادرة بكافة مكوناتها ومشروعاتها في صورتها النهائية وإعلانها في مؤتمر الأمم المتحدة إن شاء الله في مارس القادم بإذن الله. بإذن الله. أشكرك جدا باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية بجمهورية مصر العربية بلدنا.